في الاستعداد الاخير للاهلي قبل ماتش الوداد، موسيماني دفاعيا ناجح 100%. تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل مباراه الاهلي وبيراميدز. نشكركم على تعاونكم معنا، وقد توجتم هذا التعاون. نقطتين مهمين هتكلم عنهم في ماتش الاهلي النهارده. اولهم ان موسيماني قضى تماما على عبد الله السعيد، فقضى بطبيعه الحال على بيراميدز، وهنوضح لكم ازاي. النقطه الثانيه وهي التحكيم المصري، الثقة يا جماعة. اي حكم مصري بيدير ماتش تقيل زي ده بيعمل حاجة بتؤثر بشكل او باخر على ايقاع اللعب، وهي ان كل كرة صفارة عشان محدش يوصمه بتهمة الانحياز لفريق عن الاخر، فده بيأثر على ثقة الحكم وبيأثر على مصداقيته في اتخاذ القرارات وبيكهرب الجيم، والاهم من كل ده انه بيهبط ايقاع اللعب. اول حاجه بدات او ظهرت في المباراه هي اسلوب ضغط انتي تشاتيتش وفرقه بيراميدز. نلاحظ مع بعض هنا مرحله بناء الهجمه للاهلي، ونشوف اللي هيحصل في الضغط هنا على احمد فتحي، ازاي ان كل مدرب بيعمل حسابه في كل التفاصيل. هنا احمد فتحي مش باك شمال، فبطبيعه الحال بيلعب برجله اليمين مش برجله الشمال، عشان كده هنا اول ما فتحي استلم على الخط راح محمد فاروق على طول ضغط على رجله اليمين عشان خاطر ما يدروش فرصه انه يلعب، لان بطبيعه الحال احمد فتحي مش هيقدر يلعب على بره، فهيلعب على جوه. فهنا مجرد ما محمد فاروق راح ضغط على احمد فتحي، هنا جون انتوي على طول طاير على حمدي فتحي عشان يقفل عليه، فيعصلك مرحله بناء الهجمه للاهلي. بصوا هنا راح على طول على حمدي فتحي وضغط عالي على حمدي فتحي، وهنا رقابه مان تو مان مع السوليه، احد اهم محاور بناء الهجمه في الاهلي من تحت. هنا الشكل الطبيعي لبيراميدز وازاي الاهلي حاول انه يخرج من الضغط العالي اللي عامله بيراميدز وازاي يقدر يبني. هنا نلاحظ الاول تنظيم بيراميدز. هنا بيراميدز ما بيضغطش عالي، ما بيضغطش من التلت الاول، لا هو بيختار التلت الوسطاني من ملعب الاهلي، منطقه افتكاك الكوره. عامل ايه بقى؟ 4-1-4-1. لاحظوا معايا هنا انتشار لعيبه بيراميدز. هنا جون انتوي بيحاول انه مش يضغط، بس يحاول انه هو يعمل بلوك او اول ستارة او اول حاجز على البين دفاع الاهلي عشان ما يقدروش يمرروا الكرة في عمق الملعب. هنا تاني حاجة رباعي بيراميدز، 4 مرصوصين على خط عرضي واحد عشان يمنعوا السولية واليو ديانج، ولو حد سقط من وسط الملعب يمنعوه منه يستلم في عمق الملعب. فبتبقى النتيجة ايه؟ ان لعيبة الاهلي بتحاول انها تحضر عرضي كتير لحد ما تتخلق فجوة او مساحة يقدر حد هنا من الثلاثي الهجوم انه ينزل يستلم. بصوا هنا مفيش اي حلول، هنا هوب نزل حسين الشحات كحل، وده اللي انا كنت بقولكم عليه في الماتشات اللي فاتت، انه واضح جدا من موسيماني انه بيحب اللعيبة اللي بتقدر تستلم من الخطوط وبتقدر تنزل لتحت عشان تطور اللعب. هنا حسين الشحات بيدي حل في وسط الملعب وينزل عشان يستلم الكرة فيدي حلول فيقدر يطلع الاهلي لقدام، ده غير انه هنا بيسحب الضغط عليه فيفضي مساحة هنا في البوكت يقدر قفشة انه ينطلق فيها، وهنشوفها بالتفصيل في الحالات الجاية. لاحظوا معايا هنا الشحات نزل، لاحظوا كل واحد مان تو مان ازاي، هنا مان تو مان، هنا مان تو مان، هنا مان تو مان، وهنا لاعب الطرف رايح يضغط، مفيش لاعب في الاهلي حر او متساب بسهولة. بص قدروا يفتكوا الكرة من مناطق الاهلي، وده اللي كان بيحاول يعمله بيراميدز، نظرا لان الاهلي مع موسيماني بيلعب كرة على الارض اكتر من اي حاجة. نكمل، الاهلي بيحاول انه يخرج بشكل طبيعي. بصوا هنا وسط الملعب مقرب ازاي، هنا في واحد من ثنائي وسط الملعب مرحل شويه وغالبا بيكون دونجا، ومحمود حماده بيطلع مع ثلاثي الهجوم عشان يقفلوا البناء من عمق الملعب. 4-1-4-1. دونجا هنا مقرب عشان لو الاهلي قدر يخرج يبقى في حائط صد تاني او بلوك تاني يقدر بيراميدز يعمله فيمنع بناء الهجمه للاهلي. تاني مرحله بناء الهجمه للاهلي، وازاي بقى المره دي الاهلي بيحاول يخرج من مناطقه. هنا 4-1-4-1 على طول، هنا قلبين الدفاع دايما فاتحين زي ما بقول لكم، ودايما لو تفتكروا ماتش المقاولين وماتش انبي دايما باكين الاهلي عاملين ستريتش، لكن لما يكون الباك على عدته تفرق 100%. لكن في هنا حاجه قدر الاهلي يخرج عليها،
هنا السوليه وديانج بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يسحبوا الضغط شويه لعمق الملعب فيفرغوا في الهاف اللي هي المساحه بين الخط وعمق الملعب في النص. يقدر اجاي ينزل بشكل عمودي يستلم فيضرب خمس لعيبه بباص. هنا طبعا دونجا بيرحل مع اللاعب، هو زي ما قلت لكم 4-1-4-1، في واحد واقف عشان يمنع ان حد يستلم في البوكيت هنا في المساحه اللي هي ما بين لاعب الطرف والباك ولاعب الارتكاز اللي هو بيطلع اللي هو محمود حماده. فهنا جونيور اجاي يقدر يستلم بشكل عمودي ويقدر يطلع الفرقه، لكن مشكله جونيور اجاي انه كان بيفقد الكوره كتير، فبناء الهجمه للاهلي بيتحطم على جونيور اجاي. بصوا تاني هنا 4-1-4-1 على طول وانت مغمض كده، هنا ثنائي وسط الملعب مقفول عليهم، بصوا بيحاولوا يسحبوا الضغط شويه عشان يقدر هنا جونيور اجاي يتحرك في المساحه دي بين الاثنين لعيبه اللي هي في الهاف زي ما بقول لكم ما بين الخط وعمق الملعب، يقدر يستلم بشكل عمودي في وسط ملعب بيراميدز في البوكيت اللي هي في ظهر لاعب الطرف والارتكاز، يقدر هو يستلم في المساحه دي، يبقى سحب مع الباك فقدر يفرغ هنا مساحه منطقه خطيره جدا لاي فريق استلم فيها، لكن برضو استلام سيء من اجاي. معلش تاني بناء الهجمه للاهلي برضو 4-1-4-1 من بيراميدز، ثنائي الارتكاز متراقبين قلبين الدفاع عاملين ستريتش، هنا قفشه بينزل كحل، فايه اللي حصل؟ ركزوا هنا في اللاعب ده سنتر باك احمد ايمن منصور، هنا نازل مع قفشه عشان يمنع اي حل لبناء الهجمه. هو ليه قفشه نزل هنا؟ عشان يسحب مع المدافع فيفرغ مساحه في البوكيت هنا، يقدر ياسر ابراهيم يلعب الكره للمساحه دي لحسين الشحات. حسين الشحات هنا استلم فين؟ في ظهر ارتكاز وسط الملعب والباك وظهر الطرف. اذا حسين الشحات هنا هيضطر يسحب مع المدافع فهيفرغ مساحه في عمق الملعب هنا الكهرباء، كهرباء سريع يقدر ينطلق في عمق الملعب بمنتهى السهوله. شوفوا التفكير اللي بيحاول يعمله موسيماني، لعيب بينزل يسحب مع المدافع فيفرغ البوكيت، يقدر حسين الشحات يستلم هنا بمنتهى السهوله يطلع الفرقه ويحط الاهلي في وضعيه خطيره. تاني مرحله مهمه جدا في تفكير موسيماني ولازم ناخد بالنا من التفكير ده يا جماعه عشان ده اللي بيحكم على هويه الفرقه. هنا مرحله بناء هجمه للاهلي، بصوا هنا عمرو السوليه عمل ايه؟ عشان يحرر نفسه من الضغط لان بيراميدز محدد زي ما قلت لكم التلت الوسطاني من ملعب الاهلي هو منطقه الافتكاك 4-1-4-1. هنا قفشه نزل فسحب معاه مدافع من وسط الملعب، ليه؟ هقول لكم دلوقتي ليه. هو بيجمع لعب هنا مع حمدي فتحي، هو وحمدي فتحي عمالين يجمعوا اللعب عشان يفضل ساحب المدافع فيفرغ مساحه في البوكيت زي ما حصلت لحسين الشحات. هنا تحضير عرضي، ده مش ملل، ده مقصود، الشغل اللي بيحصل ده كله مقصود، نزول قفشه هنا عشان يسحب الضغط. بصوا كام واحد؟ 4 لعيبه 5 6 لعيبه من بيراميدز. لاحظوا بقى اللي حصل لما قفشه نزل هنا، بصوا عمرو السوليه على طول في البوكت. هي دي اللي بقول لكم عليها، انك بتفرغ الضغط عشان تفتح هنا مساحه في البوكت، منطقه تساؤلات. طب هنا لما اليو باجي او حسين الشحات او وات ايفر مين اللاعب اللي بيستلم هنا الكورة، لما يستلم مين هيروح معاه؟ هل السيرد باك هيسيب مساحة؟ هيقدر يخرجه بره؟ يقدر هنا بمنتهى البساطة جونيور اجاي يستلم او يدخل هو يخترق في عمق الملعب. طيب نقطة كمان خاصة بتنظيم بيراميدز في الوضعية الدفاعية، لما يكون عامل اسلوب ضغط عالي ولما بيفتقد الكورة في مناطق الاهلي. هنا بيراميدز فقد الكورة، مرحلة تحول هجومي. بصوا دايما في واحد في وسط الملعب مكمل عشان السكند بول، لو مش هيقدر ياخد السكند بول يعمل هنا بلوك على اللاعب اللي طالع بالكوره، قفشه، عمرو السوليه، حد من وينجين الاهلي الشحات واجاي نازلين يستلموا، يبقى في واحد عامل له بلوك عشان ما يروحش على الدفاع بسهوله، لا ده انا هحط لك حائط صد او بلوك يقدر يصدك ياخرك يعطل الهجمه، اقدر اخلي فرقتي ترتد. عشان كده انا دايما كنت بقول ان انتي تشاتيتش واحد من اهم المدربين الموجودين في الدوري المصري. ليه بقول في البدايه ان موسيماني نجح بنسبه 100% دفاعيا، وليه بقول انه لما قضى عبد الله سعيد قضى على بيراميدز، وليه اصلا هو نجح في التعامل مع عبد الله سعيد؟ وفي نظري هو واحد من المدربين القلائل اللي نجحوا ان هم يحطوا عبد الله سعيد في جيبهم. نتابع مع بعض ازاي اصلا موسيماني قضى على عبد الله سعيد. هنا الاهلي في الحاله الدفاعيه، الاهلي ما كانش بيضغط عالي عكس الماتشين اللي فاتوا، لان بيراميدز عنده لعيب اسمه عبد الله السعيد، لو استلم في البوكيت وفي استلم في المساحه بين الخطوط كل سنه وانت طيب. هنا الاهلي بيضغط من اول الدايره، لاحظوا تضييق المساحات بين وسط الملعب والدفاع. بص لما حاول هنا لاعب انه يستلم في البوكيت هنا عبد الله السعيد، بصوا المساحه ضيقه عليه ازاي؟
ما يقدرش بأي حال من الأحوال إنه يستلم، حتى لو استلم في ضغط عليه. هنا المدافع وهنا لاعب من وسط الملعب مكمل عشان يقفل المساحة دي على عبد الله السعيد اللي بقول لكم منطقة التساؤلات. عبد الله السعيد لو هنا ومفيش لاعب وسط ملعب، يا ترى اللي هيروح معاه هو هاني ولا يا ترى اللي هيروح معاه هو قلب الدفاع ياسر إبراهيم؟ تساؤلات. ففي النهاية نتيجة التساؤلات ده يحصل ايه؟ خطأ من لعيبة الأهلي، فبالتالي عبد الله السعيد لعيب ذكي جدا، من أقل خطأ أو من أقل هفوة من المنافس انسى. عشان كده دايما منطقة البوكيت على عبد الله السعيد كانت مقفولة، عشان كده حاول موسيماني انه يضيق المساحات. وهنا هنروح لماتش الوداد، ان موسيماني قرى الوداد وحاول انه يطبق فكره مشابهه للي حاول يعمله مع الوداد، وهنعمل لكم حلقه ان شاء الله خلال الايام الجايه توضح لكم بالظبط ايه هي سلبيات وايجابيات الوداد وازاي يقدر موسيماني يتعامل معاهم، وهل هينجح في ده ولا لا. اللي في نظري هو نجح النهارده فيما شابه الجزء ده من ماتش الوداد. هنا عبد الله السعيد ملوش اي متنفس انه يستلم، بصوا البوكيت هنا مقفوله، بص الاثنين لعيبه. على فكره هو التركيز الاكبر انه يقفل على عبد الله السعيد وكل الباقي سهل. تاني نفس الفكره، هنا بيراميدز بيحاول يبني من تحت، الاهلي ما بيضغطش عالي. بصوا بقى هنا، بصوا عبد الله فين، في واحد نازل معاه، عمرو السليه لازق فيه، عشان عبد الله السعيد لو استلم في المنطقه اللي انا بقول لكم عليها كل سنه طيب، اضطر بيراميدز انه يرجع لتحت تاني. اللي هو انت بتعمل ايه بلغه الكوره؟ بتمنع الحل الابرز عند بيراميدز، فبالتالي بيراميدز النهارده ما عملش عليك خطوره غير من اجنبي الملعب بس. وهنروح لموضوع الاطراف عشان دي مشكله كبيره عند الاهلي. بص هنا عبد الله السعيد بيحاول انه يفضي لنفسه مساحه، هنا اليو معاه. بص عبد الله نزل فين؟ عبد الله بينزل لتحت، انا مش عارف استلم هنا، الدنيا مقفوله، فانا هحاول انزل بقى تحت عشان اطلع الفرقه. هو ده اللي كان بيسعى ليه موسيماني. معلش زهقناكوا، بس النقطه دي مهمه جدا وبتتعلق بماتش الوداد، وهنقول لكم زي ما قلنا لكم في حلقه في خلال الايام الجايه هتوضح لكم كل المشاكل والايجابيات عند الوداد اللي ليها علاقه بالجزئيه دي. هنا عبد الله السعيد اهو في البوكيت، بص عبد الله نازل، طب انا هعمل ايه؟ ما هو مفيش، هبدا انزل. هنا عبد الله السعيد نزل تحت، هل كده في خطوره؟ هو طبعا عبد الله السعيد لعيب خطر ولعيب ذكي وممكن يعمل اي حاجه، بس في الاخر ان عبد الله السعيد كده مكشوف للثمن ولا تسع لعيبه فخلاص. انما لما عبد الله السعيد يستلم في البوكيت هنا في ظهر جونيور اجايه واليو ديانج، هنا هيبقى في مشكله، وهنا بقى يبدا التساؤلات. هل احمد فتحي يطلع معايا فيسيب مساحه هنا لابراهيم حسن، ولا هل حمدي فتحي هنا يطلع يقابله ويسيب مساحه بين ياسر وفتحي فيقدر بيراميدز يشتغل؟ هي دي بقى التساؤلات. ثلاث نقط بقى نعمل سبوت عليهم قبل ماتش الوداد، لان زي ما قلت هعمل لكم حلقه ان شاء الله عن سلبيات وايجابيات الوداد، فلازم نبقى عارفين اصلا مشاكل وايجابيات الاهلي. اول حاجه عملها موسيماني النهارده برضو بتخليني اقول انه ناجح 100%، انه في حاله اللعب او التحول السريع كان بيحصل ايه؟ عبد الله السعيد احيانا كان بيخش لجوه عشان يعمل خطوره، هنا عبد الله السعيد استلم مظبوط، واستلم وخلى ياسر ابراهيم في ظهره، وياسر ابراهيم ما بيمسكش جامد، يعني ياسر ابراهيم ممكن يسيب شويه، فعشان ما يسيبش عبد الله السعيد هنا في منطقه خطوره، هنا شفنا عمرو السليه واليو ديانج مضيقين المساحه مع الدفاع، ودي احد السلبيات عند الاهلي عموما في المساحه بين وسط الملعب والدفاع، اللي هي مساحه بين الخطوط، اللي هي يقدر المنافس يشتغل كويس في البوكيت في المساحات هنا في ظهر الوينج ولاعب الارتكاز فيقدر يشتغل، ودي ليها علاقه بالوداد، ودي نجح فيها النهارده موسيماني ضد بيراميدز. بصوا وسط ملعب مضيق ازاي، هي دي المهمه قوي ان الاهلي لازم يعملها. نقطه سلبيه بشكل لا يوصف عند النادي الاهلي وما بتتصلحش للاسف مع اختلاف المدربين، والوداد بيشتغل عليها كويس، التغطيه العكسيه. هنا الكوره ناحيه الشمال للمنافس، بصوا التغطيه العكسيه هنا من احمد فتحي متاخره، احمد فتحي المفروض كان يسبق المدافع. عندهم في الوداد لعيب اسمه اسماعيل حداد ولعيب اسمه بديع اوك، الاثنين دول هم وينجات الوداد، الاثنين دول ما بيهزروش في الكرات العكسيه. بصوا تاني دي كره الجول اللي اتلغى، بصوا كام واحد هنا متساب، مفيش تغطيه عكسيه. المفروض ان طبيعي برضو في حاله زي كده ان الوينج بيكمل، في الحالات اللي زي كده الصعبه الوينج بيكمل، الوينج بيكمل عشان يعمل تغطيه عكسيه لو في كثافه عدديه هنا اكبر، الباك بيضم شويه للقلب عشان يقفل المساحات، فالوينج بيكمل عشان يعمل قفل للتغطيه العكسيه. مشكله بنوريها للاهلي نعمل سبوت عليها انه في مشكله يا جماعه في التغطيه العكسيه. هنا جون انتوي استلم ومحمد هاني ما عملش التغطيه العكسيه، المفروض ان محمد هاني هنا يبقى كتف بكتف مع جون انتوي،
لازم ناخد بالنا اهم لعبة بيعتمد عليها الوداد هي الكرات العكسية على القايم البعيد. تاني الكرة الرابعة، بصوا بقى، بص هنا دودو الجباس. عبد الله السعيد كان بيعمل حاجة ذكية جدا، انه بيقف في عمق الملعب عادي جدا، ثم مرة واحدة بيقدر يتحرك 3 4 خطوات لقدام، فبيسحب معاه المدافع، فبيفرغ هنا مساحة في قلب الملعب. فبيحصل ايه؟ يحصل اللخبطة دي، منطقة التساؤلات، مين هيمسكه؟ هوب، يحصل ايه؟ ان المهاجم هنا هو اللي يفوز بالكرة. نقطة تانية دفاعية اعتقد ان انا شرحتها قبل كده، وهي ياسر ابراهيم ومشاكله الدفاعية. مشكلتين، مشكلة انه احيانا كتيرة بيقدر يسبق المهاجم وبيحط جسمه وبيحرك الكرة عكس اتجاه جسمه، هو ما عندوش مرونة انه يقدر يلف كويس، فالمهاجم دايما هو اللي بيحط نفسه بين الكرة وياسر، وبيقدر هو اللي ياخد الكرة وبيقدر يستحوذ وبيحط فرقته في موقف خطير. والنقطة التانية اللي اتكلمت عليها في ماتش الزمالك كرة مصطفى محمد، بص هنا، ده جون انتوي اهم مهاجم في الدوري بتاعك، لعيب بتشوفه على طول، لعيب عارفه وحافظه صم وعمل كده، اما لما تروح تلعب بقى مع لعيب انت عمرك ما لعبت معاه، سنتي واحد خلاص المهاجم سرقك كل سنه طيب. ياسر ابراهيم لازم يخلي باله من النقطه دي، ما يسيبش مساحه بينه وبين المهاجم، لان كزادي مهاجم الوداد قوي قوي، سيبك من ان هو في ناحيه التهديفيه ضعيف شويه، لكن في تحركاته كمهاجم واعي جدا، وممكن بقى على حظنا تلقف معاه في واحده، فنخلي بالنا ياسر. نقطه تانية نجح فيها موسيماني، وهي التحولات السريعه. هنا الاهلي قدر يفتك الكره من بيراميدز، بصوا جونيور اجاي قدر هنا انه يخلي فرقته في وضعيه خطيره ويضرب بباص واحد كل الفرقه دي، لكن الباص ما كانش مظبوط، لكن هنا اليو ديانج عنده قوه في الانقضاض يقدر يخليك تحتفظ بالسكند بول. هنا اليو ديانج حط الاهلي في وضعيه هجوميه خطيره، وعنده الاختراقات الطوليه اللي بقول لكم عليها بيعملها بامتياز. هنا وضعيه هجوميه فعاله للاهلي، دي عمليه تحول هجومي للاهلي، ان الاهلي بيحاول يامن دفاعيا عشان يقدر يعمل التحولات في المساحات. كرة بمنتهى الامتياز بين الباك والسيرد باك، يقدر يضرب بيها الاثنين مدافعين، يقدر يودي بيها حسين الشحات مستريح في مواجهة الحارس. هنا بس حسين الشحات هو الفكرة كانت ذكية جدا انه بيحاول يلفها في الزاوية البعيدة، لكن كانت محتاجة تبقى اعلى من كده شوية. تاني مرحلة تحول هجومي، دايما في محطة لعب، هو هنا قفش محطة اللعب، وقف واجل، طلع اليو ديانج، اليو ديانج هنا بيحاول انه يلاقي محطة لعب تاني، قفش قام وخلق له مساحة في البوكت هنا بقى اللي هي في ظهر الوينج ولعب الارتكاز. فايه اللي حصل؟ ضربت كل اللعيبه دي بباص، قدرت تودي نفسك 3 على 3. اليو ديانج هايل هنا في التصرف، ضرب الجزاء. موسيماني النهارده كان بيتعامل على ما سيكون عليه الاهلي في ماتش الوداد، كلنا ورا موسيماني وورا الاهلي في المقام الاول لحصد الاميره الغايبه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد.